لسه تايه ومش عارف تعمل ايه في العشر ايام دول، معايا ليك 5 اعمال ركز عليهم في العشرة دول، والله الذي لا اله هو ان شاء الله ربنا يغفر لك ويرحمك وهتاخد ثواب يوم عرفه. ركز بقى معايا. بص يا صديقي الجميل، اللي انا عايزه منك اللي انت تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذه الايام، قال والفجر وليال عشر، والفجر وليال عشر، وقال صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الى الله العمل فيهن مثل هذه العشر، زي العشر دول ما فيش ايام. طبعا نهار العشر دول افضل من نهار العشر اواخر من شهر رمضان، وليل العشر اواخر من شهر رمضان افضل من ليل العشر الاوائل من ذي الحجه. فركز معايا الله يبارك لك. اللي انا عايزه منك ايه؟ تركز لي على ال5 اعمال دول. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. واحد خرج كده مجاهد في سبيل الله وبنفسه وماله وما رجعش باي حاجه. تخيل كده يا صديقي الجميل ان ربنا سبحانه وتعالى اداك منحة عظيمة في الايام دي. يعني انت محتاج ايه تاني؟ ربنا مديك فرصة ترجع. فاول حاجة التوبة الى الله. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم. انت الايام دي ممكن ما تجيش عليك تاني السنه الجايه، فانت محتاج حد يعني يوصلك لمرحله اني انا عايز اشوف ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي. في حد اكتر من الرجل اللي قتل 100 نفس؟ رجل قتل 100 نفس يا اخي، بعد ما قتل 100 نفس ايه اللي حصل؟ بعد ما سفك 100 نفس دم كان نيته توبه لربنا سبحانه وتعالى ونيته رجوع لربنا سبحانه وتعالى، دخل الجنه بس عشان يتوب ويرجع. فانت لازم تتوب لربنا سبحانه وتعالى من الكبائر عشان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لك. يبقى انا اول حاجه هعملها انا هتوب لربنا سبحانه وتعالى، وهبقى على قد ما اقدر اي ذنب من الكبائر احاول اخلي ليا كده يعني عاده. في كتاب بيتكلم عن العادات الذريه، كتاب عظيم جدا، بيقول لك ان العاده لا تستمر عليها خلاص هتبقى جزء منك. فانت عادتك هتترك العادات السلبيه وتخلي عادتك عاده ايجابيه انك دايما تستغفر ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فتستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتوب الى ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه الصيام. صوم على قد ما تقدر. ما قدرتش تجيب اول يوم، هات تاني يوم، قدرت تجيب 9 فانت كده تبقى 100 100. تخيل كده قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. تخيل كده ان احنا مش قادرين اصلا، نتشاف الجو حر ولا حاجه، انت بتبقى تعبان ومش قادر، ربنا يبعد وجهك عن النار 70 خريفا. غير ان انت في يوم عرفه قال صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله. تخيل بقى الحديث في مسلم، احتسبوا على الله ان يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم احتسبوا على الله ان يكفر سنه قبلها وسنه بعدها، سنتين بيوم واحد. فاجهز بقى كده وتوب لربنا سبحانه وتعالى. فاول حاجه توب لربنا سبحانه وتعالى، توب وارجع لربنا سبحانه وتعالى والله يقبلك. ربنا قال في القران للناس اللي عبدوا العجل، قال والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. في اكتر من كده؟ عبدت انت عجل؟ انت موحد بالله؟ ارجع لربنا سبحانه وتعالى. بص يا صديقي الجميل، والله والله الدنيا مش مستاهله اي حاجه، في لحظه بتعدي الدنيا. يبقى انا عندي اول حاجه توب ربنا، تاني حاجه ان انا احط في اعتقادي ان انا خلاص انا هصوم على قد ما اقدر. اليوم طويل، يوم طويل اللي هيعدي، والله هيعدي، طويل قصير اليوم هيعدي، كلنا هنعدي يوم طويل يوم قصير، خلاص والله لا تفرح اول ما تيجي تفطر كده. ما فيش افضل من ليله انت يعني ايه يعني من ليله كنت فيها صائما. ما فيش افضل ما تبقى صايم كده تفطر تبقى مبسوط. عندك ايه؟ عندك ثالث حاجه الصدقه. قال صلى الله عليه وسلم، انا قلت لك الاعمال بتضاعف في هذه العشر، اجرها عند ربنا عظيم. قال صلى الله عليه وسلم، شوف ما نقص ماله من صدقه. مالك مش هينقص من صدقه يا عم، اصل الدنيا وظروفي ايه، بتطلع صدقه ربنا يوسع عليك. هيفضل الشيطان يحاربك، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ربنا سبحانه وتعالى شوف والله يعدكم مغفرة منه وفضل، والله واسع عليم. فانت خايف من ايه في الايام دي؟ طلع صدقة ربنا يكرمك سبحانه وتعالى، ربنا يوسع عليك. القرآن ما تسيبوش. قال صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الناس كلها تسيبك يا صديقي وما فيش حاجة غير القرآن، هيبقى فيش حد هيبقى غير القرآن، يبقى معاك شفيع هيشفع لك القرآن. في اكتر من سورة الملك يعني تنجيك من عذاب القبر سورة واحدة، ما بالك بالقرآن كله. فانا اعمل ايه بقى؟ ابدا اقرا القران بقى اللي انا من رمضان يعني بعدت عنه. القران طريقك الى معرفه الله. قران عظيم يا صديقي، والله عظيم جدا. ابقى خليك مع القران وشوف حياتك وشوف قلبك هيبيض. الم يأن الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. اعرض نفسك على القران كده. وعندك خامس حاجه اللي هو ايه؟ اللي هو صله الارحام، حتى لو بالتليفون. والله كلنا مقصرين، ولكن والله شوف الاحاديث الوارده في صله الارحام مع احاديث عظيمه يا صديقي. قال صلى الله عليه وسلم، شوف اسمع،
من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. يعني انت عايز ربنا سبحانه وتعالى، وانا مش بتكلم على الاب والام، ده حاجه يعني اكيده طبعا، العم والخال واولاد العم واولاد الخال. شوف يعني ليك انت ان تتخيل ان ربنا يبارك في عمرك يخليك تعمل في 10 سنين اللي غيرك ما عرفش يعمله في 20 او 30 سنه، او عمرك يطول، يمحو الله ما شاء ويثبت عند ام الكتاب، او يا صديقي العزيز ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه يخلي ايه يخلي يعني إيه يوسع رزقك ويبارك في رزقك ويبارك في حياتك. فالايام دي ما تعدهاش، انت مش هتتوب دلوقتي، هتتوب امتى؟ يعني انت قدامك سنه عشان يجي لك الايام دي تاني، جهز بقى دعواتك في يوم عرفه. واحنا قلنا احنا اهم حاجه في العباده بتاعتك الدعاء هو العباده، انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوتك الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اوعى تنسى ترجع لربنا وتتوب، اوعى تنسى انك تصوم، اوعى تنسى انك تخرج صدقه، اوعى تنسى انك تقرا قران في الايام دي وتذكر ربنا وتهليل وتكبير، اوعى تنسى انك حتى تمسك التليفون وتعمل صله ارحام كده لله سبحانه وتعالى. صل من قطعك، واعطي من حرمك، واعفو عمن ظلمك. شوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث الله يقول يعني خير الاخلاق الاولين والاخرين، شوف ان ايه؟ ان تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. يعني ايه اصل من قطعني واعطي من حرمني واعفو عمن ظلمني؟ يعني ايه؟ يعني تخيل كده انك تبقى مع الانبياء والمرسلين. يا رب يكون فدتك بحاجة أو نفعتك بحاجة. فكر في كلامي، فكر في كلامي. بحبكم في الله.